أغلقت السلطات الهندية أحد المساجد بمدينة دلهي بعد أن تسبب القائمون عليه بوفاة 7 أشخاص وإصابة العشرات بفيروس كورونا، وتتهم السلطات الصحية القائمين على مسجد المركز بارتكاب جريمة بعد دعوتهم لمئات المسلمين لإقامة إحدى الشعائر بالمسجد على الرغم من حظر التجمعات في إطار إجراءات مكافحة انتشار الفيروس. تم إخلاء المسجد والمركز الملحق به، ونقلت السلطات المئات من المتواجدين إلى المستشفيات نظراً لظهور أعراض مرضية عليهم، في حين تم نقل بقية الحضور إلى الحظر الصحي. وأظهرت نتائج بعض الاختبارات التي خضع لها الحضور إصابة العشرات بكورونا ووفاة 7.